انا بحاول ادور على النور مش لاقيه خالص. هو ده النور؟ انا بحاول ادور على اي زرار. تقريبا هو ده النور صح؟ تقريبا هو ده النور. ايه ده؟ لا مش شغال. هو ده؟ ايه ده؟ لا تمام سالك. انت شغال زي الفل. ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما. رجعنا في فيديو جديد وحلقه جديده، والحلقه بتاعتنا النهارده استثنائيه شويه. النهارده احنا مش جايين نعمل ولا تريلر رياكشن ولا جايين نعمل مراجعه لفيلم من افلام العيد. العيد خلص خلاص بالافلامه بالنسبه لي يعني، ومش جايين نعمل مراجعه من اي نوع. الفيديو ده استثنائي شويه، هو ان احنا تلقينا من يومين رساله مخصوص من المستشار تركي الشيخ ان احنا ان شاء الله باذن الله هنكون مسافرين هنا على هوم سينما، هنطير على موسم الرياض. ودي من الحاجات اللي فعلا بجد فرحت الواحد، وحسيت ان بصراحه يعني اجتهاد الواحد ما بيروحش على الارض بجد حرفيا. انا لحد دلوقتي والله مش مصدق ان ده يعني بيحصل اكشولي. انا بصراحه مش عارف اقول ايه يعني. انا مبسوط انبساط يعني، ربنا وحده عالم بالموضوع ده. انا من يومين لسه لحد دلوقتي موضوع على موضوع ان انا اروح موسم الرياض فعليا والكلام ده كله، اكون من فعاليات اللي في فيلم اللي معانا في الفيلم البريمير بتاعنا بتاع ولاد رزق الجزء الثالث اللي هو القضيه. احنا اوريدي وشفناه وعملنا له مراجعه وكل حاجه، بس يعني طبعا اكيد الاجواء هتبقى مختلفه، الاودينس اكيد هيبقى مختلف، هيبقى اودينس سعودي مع اودينس مصري اللي هيبقى موجود هناك في الريد تقريبا. هو في ريد كاربت وفي بريمير وفي حاجات كتيره. فانا بصراحه مبسوط جدا ومش مصدق بصراحه ان يعني it's like an actually a dream is coming true. احنا نحب نعمل موضوع الفلوج ده يعني. انا كان نفسي ان انا اعمل فلوج اصلا من زمان، لان انا تقريبا ما عملتش actually او officially ما عملتش موضوع فلوج رئيسي يعني. ما عملت عمري في حياتي ما عملت فلوج على هوم سينما، مع اني زرت مهرجانات قبل كده بس ما عملتش. هكلمكم برضو في التفاصيل في الرحلة يعني ان شاء الله باذن الله يعني. ما عملتش فلوج بمعنى الكلمة يعني. فعملت مرتين، بس مرتين كانوا يعني حاجات يعني ما كانتش احسن حاجة طبعا. فاتمنى بصراحه ان الفلوج ده يبقى كويس، واتمنى انه يطلع حلو ويطلع الفيديو حلو ليكم. المفروض ان طيارتي النهارده الساعه 11 الصبح ان شاء الله باذن الله، وهكون من الناس اللي هتحضر البريمير بتاع فيلم ولاد رزق الجزء الثالث في السعوديه. اتمنوا لنا الخير وادعوا لنا نوصل ان شاء الله باذن الله بالسلامه، واتمنى الفيديو ده يكون عند حسن ظنكم. بشوفكم في المطار. احنا دلوقتي في طريقنا لمطار القاهرة الدولي علشان نلحق طيارتنا ونلحق معادنا في السعودية والبريمير بتاع فيلم ولاد رزق. طبعا الفلوج بتاعنا هيبقى، هنحاول ان احنا الفيديو بتاعنا ما يبقاش طويل قوي. لو جات فرصة في الطيارة ان احنا ممكن نتفرج على فيلم وبالمرة يعني حتى نعمله مراجعة على حسب الفيلم بقى طبعا اللي هيبقى متاح، والبروجرام الافلام اللي هتتعرض في الطياره. اتمنى يكون في افلام انا ممكن ما كنتش مثلا شفتها ولا حاجه، ممكن برضو قبل البريمير بتاع بالليل، ممكن برضو لو في فيلم شد انتباهنا ولا حاجه ممكن نتكلم عنه ونعمل له مراجعه على السريع، وبالليل ان شاء الله بقى نتابع مع بعض فعاليات بريمير بتاع فيلم ولاد رزق الجزء الثالث. نشوفكم ان شاء الله باذن الله في المطار. لسه واصلين المطار يا جدعان دلوقتي. رحله شاقه جدا يعني، رحله بصراحه تعب رهيب. الجو ان انت تيجي من اسكندريه للقاهره ده بصراحه لوحده يعني صعب فشخ. يعني حاسس انا شبه الفنان امير عيد بعد ما اتقرع يعني. مستني عامه ميعاد الرحله بتاعتي، وزي ما قلت ان شاء الله باذن الله لو في فرصه ان احنا نتفرج على فيلم في الطياره ونعمله مراجعه مثلا لما نرجع ان شاء الله باذن الله في الفندق هيبقى تمام قوي يعني. اتمنى بصراحه يعني يكون في افلام الواحد ما شافهاش قبل كده، عشان لو في حاجه بصراحه ما شفتهاش قبل كده احب جدا ان انا اتفرج عليها واعملها ريفيو يعني اول ما اوصل ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للبريمير بالليل بقى بصراحه ما اعرفش الدنيا هتمشي ازاي في موضوع الفلوج. لو الدنيا مشيت تمام ان شاء الله باذن الله الدنيا تمشي تمام واقدر ان انا اعمل فلوج في البريمير نفسه. لو الدنيا مشيت تمام وقالوا لي تمام هنعمل ان شاء الله باذن الله فلوج يعني او فيديو سريع هناك. لو الدنيا ورست كيس سيناريو ما نفعتش ان شاء الله باذن الله لما ارجع بالليل الاوضه او الفندق يعني الروم بتاعتي
هتكلم معاكم اكتر ايه اللي حصل في البريمير والكلام ده كله، ده جاستن كيس بس لو الدنيا ما مشيتش في موضوع الفلوج يعني هناك والتصوير والكلام ده كله. يعني لازم طبعا اخد موافقه الاول، مش مجرد ان انا اصور وكده، يا اما اصور مثلا فيديوهات صغننه جدا احط لكم بس مجرد الشكل بتاع البريمير. يعني هحاول على قد ما اقدر الفيديو ده او الفلوج ده يبقى هصور بالكاميرا وهصور بالموبايل، لان موضوع ان انا اصور بالكاميرا بصراحه صعب شويه يعني، بس هصور اكتر بالموبايل. فاتمنى يعني الاضاءه تكون كويسه والصوت يبقى كويس وكله يعني كله يبان يعني، فاهمين قصدي؟ طبعا يا جماعه انا فضلتكم بالخمسه اللي انا عامله ده، بس نضاره، بس انا لابس نضاره والله عشان بجد يعني هتشوفوا منظر صعب. يعني انتوا بتتكلموا مع بني ادم يعني حرفيا على وشك ان هو يقلب زومبي يعني كمان ساعتين مثلا، يعني بقالي تقريبا بتاع يوم ونص مثلا تقريبا مش بني ادم. اسف لكم يعني، فمعلش اعذروني شويه، ما تزعلوش يعني، والله ما تاني كامل يعني انتوا عارفيني، بس هتشوفوا منظر صعب يعني. وطبعا شعري منظره صعب فاضطريت ان انا البس الطاقيه. طبعا احنا اخر حاجه سيبنا الفلوج فيها اللي الطياره هتعرضه يعني، فهندي برصه برضه كده مع بعض. لو في فيلم بصراحه يستاهل يعني يستاهل ما شفتهوش مثلا هندخله معانا نعمله مراجعه، هتفرج عليه طبعا وهعمله مراجعه طبعا في الفندق. وطبعا لو ما فيش اي فيلم يستاهل، لان تقريبا ثلاث ارباع الافلام بتاعت 2024 تقريبا انا شفتها، فبرضه هحاول ان انا اشوف حاجه فيلم 2024 اللي لسه ما شفتهوش يعني. يعني لو لقيت حاجه فيلم يستاهل نتفرج عليه هنتفرج برضه ان شاء الله باذن الله بالليل على كده يعني نعمله ريفيو يعني، او ممكن بعد البريمير يعني نشوف البروجرام بتاعنا اللي هو بيوند في السعوديه هيعرض لنا ايه. فيلا بينا ندي بص شويه عايزين بقى الافلام اوكي موفيز تي في سعودي تي في اقول ده في مسلسلات مسرحيات مصر كمان، ما تيجي نتفرج على مسرحيات مصر كده يعني بمناسبة العيد بقى وبتاع. نايس تمام ماشي تمام. خلينا ندي بصة برضو ممكن يبقى في برضو كموفيز، وعندنا شاهد و اتش بي او ماكس نيكلوديان ديزني في حاجات كتير ديسكفري شانل. خلينا نشوف مثلا موفيز ايه مثلا ميد ان سعودي ليتست فروم هوليوود ذا بينجام ساغا مستر ميام ماز ادلتس. في بروجرامز كثيره جدا فاحنا ممكن نشوف مثلا ليتست موفيز، ندي بصه برضه ليتست موفيز latest movies beyond zone of interest 2018 الافلام دي تقريبا ما اظنش بتاع ديون شفته. رات رايت هاند ده بصراحه ما اهتمتش بيه قوي صراحه. ايه تاني يا صاحبي؟ عصابه عظيمه honestly not that interested. A few moments later. عارف شكلي هينام ولا ايه؟ افرض يا باشا. Ready some rewards. Welcome Omar Khadr. مش عارف ايه. To Mansard Riyadh. هذا كولكشن هوتيل اكسس اوكي تو ذا منيو. نايس فيو رهيب، الاستقبال رهيب. بحب اكسبلور اقوى. نايس نايس. لا تمام شغل فخر على الاخر. ايوه السلام مساء الفل عليكم. وصلنا الفندق اخيرا. انا بجد رحله شقاء يعني رحلة طويلة قوي، رحلة بجد جامدة قوي. انا على الرغم التعب والمجهود اللي الواحد بذله النهاردة والارهاق اللي هو فيه، بس بصراحة يعني
بجد حقيقي مبسوط جدا جدا جدا، وعمري ما توقعت ان انا ممكن اكون واحد من الناس اللي هيتشارك النهارده في فعاليات بالنسبه لفيلم ولاد رزق البريمير بتاعه الجزء الثالث. احنا دلوقتي متواجدين في فندق الرياض. كنت حابب اتكلم عن التجربه عامه النهارده قبل البريمير بالليل. طبعا بكل تاكيد التجربه كانت في الموضوع الطياره بصراحه، الناس حرفيا بجد شالوني من على الارض شيل، يعني بمعنى الكلمه خلونيش محتاجين اي حاجه. الناس بصراحه في قمه الذوق بجد حقيقي، والله العظيم ثلاثه الناس بجد حقيقي في قمه الذوق. الناس حقيقي شايلاك من على الارض شيل بمعنى الكلمه، الناس بجد مش مخلينك محتاج اي حاجه. ناس محترمه جدا وذوق جدا في التعامل. انا بجد يعني انا اول مره حد يستقبلني الاستقبال الرهيب ده. انا اصلا كنت مقرر ان انا كنت بس انا عايز اتفرج على فيلم 2024، يعني فيلم من الافلام بتاعه 2024 يعني، عشان مثلا قلت اتفرج عليه اعمله ريفيو بتاعه، بس كانت الفرايتي كانت قليله جدا، ما كانش فيه افلام كتيره يعني تستدعى ان الواحد يتفرج عليها. وبصراحه الواحد كان تعبان، يعني الواحد بصراحه كان مقتول، ولحد دلوقتي بصراحه الواحد تعبان جدا 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 فوق ما متخيلين. انا تقريبا داخل على اولموست يوم ونص ما مش نايم، فاعذروا شكلي تماما، يعني انا بتاسف لكم تماما على منظر شكلي، يعني انا مش عارف اقول ايه بصراحه، يعني اتمنى ان انتم ما تكونوش متضايقين من شكلي. يعني حاولت اعمل سيت اب ظريف صغنن كده عشان نتكلم في المكان ده. زي ما كنت بقول انا مبسوط جدا ان انا متواجد في الرياض اللي هحضر العرض الخاص البريمير بتاع فيلم ولاد رزق الجزء الثالث. وان شاء الله زي ما قلت لكم في الفيديو في الاول خالص، الفلوج بتاعنا هحاول على قد ما اقدر اطلعه بشكل ظريف. يعني انا قلت لكم ان غالبا موست بروبابلي اللي هيتم ان الفلوج هيبقى معظمه تصوير بالكاميرا، وهيبقى معظمه تصوير بالكاميرا وبالموبايل بالاثنين، يعني هيبقى غالبا هيبقى فيه سينكرونايز للاثنين مع بعض بالنسبه للكاميرا وبالنسبه للموبايل. لان لحد دلوقتي انا لسه مفيش اي نوع من انواع الكونفيرميشن بالنسبه لي على موضوع الفلوج في البريمير، يعني هل متاح بالنسبه لي ان انا اقدر اخد الكاميرا واصور في البريمير ولا لا. فانا دي برضو حاجه من الحاجات اللي انا مش عارفها بصراحه، مش عارف اخد الكاميرا ولا ما اخدهاش. worst case scenario لو ما عرفتش اخد الكاميرا معايا انا ممكن اخد الموبايل، ممكن اصور بالموبايل. طبعا دلوقتي الساعه 5 والتحرك لارض البريمير الساعه 8 الا ربع، فالواحد هيبدا ان هو يريح له مثلا ساعه ولا ساعتين كده قبل البريمير، قبل العرض الخاص. وزي ما قلت لكم اعذروني لو شكلي تعبان غصب عني والله، عشان بس بقالي حاسس ان بقالي بتاع سنه ما بنامش يعني. وان شاء الله هحاول على قد ما اقدر الفلوج ده يطلع شكله ظريف ولطيف باي شكل من الاشكال. واتمنى ان انتوا تكونوا الى حد ما، يعني انا عارف ان الفلوج ممكن ميبقاش احسن حاجه، لان انا اصلا من يعني كفلوج وايز انا جديد في موضوع الفلوجز ده، فحبيت ان انا اجرب التجربه دي معاكم لاول مره يعني في موضوع الفلوجز. يعني عملنا قبل كده تو فلوجز قبل كده لما رحنا فيلم افنجرز اند جيم، وعملنا سويسايد سكواد لما كنت في دبي. برضو بعد ما ارجع من البريمير هشوف كده ممكن لو فيا لسه نفس ان انا اتكلم هتكلم اقول حاجه، لو مفيش هنكمل بقى باقي الفيديو في مصر ان شاء الله باذن الله. يعني لا شياكه ولا مش شياكه صح؟ اخوكم هيشرفكم النهارده على هوم سينما، هيشرفكم اكيد يعني صح؟ يلا بينا على فعاليات فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، يلا بينا. It's really good. نايس. برضه احنا النقاط في الاخر يا. الناس المهمة في الاخر. اجواء ولادية رزقية عظيمة. يس. عاش الجو. انا فخور وصدقيني لو ما كنتش انا جزء من فيلم ولاد رزق هكون مستمتع انا كمشاهد. نسرين حبت تصحى علينا. We'll be right back.
انا عارف طبعا كل الناس اللي اشتغلت في هذا العمل كانت حاطه ايدها على قلبها ونفسها تعمل اكبر نجاح. النهارده ليهم الحق ان هم يعني يسعدوا بهذا النجاح الكبير في مصر وفي عواصم كثيره في العالم وفي الرياض. بريمير كبير، عندنا اكثر من 1000 مواطن موجودين حوالينا دلوقتي بيشوفوا الفيلم في نفس الوقت. الفيلم عامل نجاح كبير ايضا في الرياض. بصراحه يا جماعه الناس دي فوق الاحترام وفوق الذوق بجد، وقمه في الذوق وقمه في الاخلاق بجد حقيقي. انا يعني ما كنتش متوقع ان انا اتعامل بالطريقه دي، والناس دي بجد يعني والله العظيم ثلاثه يعني they actually showed me على موضوع الاحترام والتقدير بجد، يعني هيكون جميل كبير جدا 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 فوق راسي. اتمنى بصراحه ان في يوم من الايام ارجع تاني هنا واكون من ضمن فعاليات في اي فيلم من افلام البريمير اللي هتبقى بعد كده متاحة على المدى البعيد وعلى المدى القريب حتى، مش هتفرق بجد حقيقي. انا يعني دي ممكن تكون واحدة من اكتر الاكسبيرينسز اللي انا حرفيا بجد اتبسطت ان انا كنت من ضمن التجربة بتاعت البريمير بتاعت فيلم ولاد رزق الجزء الثالث. بجد عايز اشكر حرفيا السعودية والمجهود اللي هم عملوه، وقد ايه الناس دي فعلا بتحب السينما المصرية وعندهم الاستعداد فعلا ان هم ينفستوا اكتر واكتر كمان في افلام مصرية عشان تطلع بشكل كويس تليق بالجمهور وتليق بالناس كلها. ده حقيقي شكرا لموسم الرياض، وشكرا جدا 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 لمستشار تركي الشيخ، وشكرا كبير جدا جدا لهيئة الترفيه على الاستضافة العظيمة دي. ورجعنا مصر اخيرا بعد ما كنا في موسم الترفيه والبريمير بتاع ولاد رزق الجزء الثالث بعنوان القضية. انا كنت مبسوط جدا 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 بجد حقيقي. دي تعتبر واحدة من احلى الاكسبيرينسز اللي انا خطها في حياتي. عمري ما توقعت في يوم من الايام ان انا ممكن اخوض الاكسبيرينس دي، ان انا اكون جزء من موسم الترفيه والبريمير بتاع فيلم ولاد رزق الجزء الثالث اللي انا شايف من وجهة نظري هو كان افضل فيلم السنة دي في افلام عيد الاضحى. بسطت كتير جدا جدا بعد ما شفت الممثلين، وبالاخص ان انا شفت اليوتيوبرز الزملاء الاستاذ احمد كمال بتاع افلام والاستاذ محمود مهدي، فيلم جامد يعني بصراحه. يعني دي كانت من اكتر الحاجات اللي انا كانت بسطاني في الاكسبيرينس دي، ان انا كنت مع الشخصين دول، لان الشخصين دول بصراحه بحبهم جدا 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 على المستوى الشخصي بعد ما اتعرفت عليهم. طبعا كنت اول مره اشوفهم في حياتي، واتمنى في يوم من الايام ان احنا نخوض تجربه مع بعض، ان احنا نعمل فيديوز او كولابوريشن مع بعض في يوم من الايام، سواء مع استاذ محمود مهدي او استاذ احمد كمال بتاع افلام. انا بصراحه يعني كتجربه اوفر اول كتجربة كانت عظيمة جدا، ومكنتش متوقع بصراحة ان انا اخوض التجربة دي، واتمنى بصراحة التجربة دي تتكرر تاني وتالت ورابع وعاشر. وكنت مبسوط ان انا كنت معزوم من مستشار تركي الشيخ في ايفنت عظيم زي ده. اتمنى ان انتوا يكون عجبكم الفلوج البسيط الظريف ده. انا عارف ان هو ممكن ما يكونش فلوج حلو قوي، لان هو تصور زي ما قلت في الفلوج كذا مرة، تصور بالكاميرا وتصور بالموبايل. يعني كنت اول ما كنت اعرف اطلع الكاميرا كنت بطلع الكاميرا، لو ما كنتش بعرف اطلع الكاميرا كنت بصور بالموبايل. اتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا من التجربه دي، وزي ما قلت ان شاء الله تتكرر تاني في اوقات تانية او في حفلات تانية او في بريميرز تانية. على قد ما الرحله كانت متعبه ومشقه جدا، حوار ان انت تروح يوم وترجع وكده، بس على قد ما انا اتبسطت جدا واستمتعت جدا بالرحله. يعني انا شايف من وجهه نظري it was worth every single قطرة of عرق بالنسبة لي. يعني انا شايف من وجهة نظري it's a once in a lifetime تجربة، وزي ما قلت اتمنى ان هي تتكرر تاني وتالت وعاشر. زي ما قلت عمري ما فكرت او هيجي يخطر في بالي في مرة ان انا اخوض تجربة زي دي. احب اشكر جدا 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 المستشار تركي الشيخ، قائمين على المكان والقائمين على موسم الرياض وهيئة الترفيه في السعودية الرياض. واتمنى ان الفلوج يكون عجبكم، وان شاء الله باذن الله يعني لو في فرصة تانية ان انا اسافر او اروح اي مكان تاني برضو هحاول ان انا اعمل لكم فلوج شبه ده تاني. وبس اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله بقى انتظرونا في حلقات تانية من المراجعات والمسلسلات والتريلر رياكشنز، او بمعنى الاصح الاستفلر رياكشنز وايرادات الافلام والحاجات الكتيره اللي احنا بنعملها. واتمنى الفلوج يكون عجبكم، وادعوا لنا دايما بالخير، وادعوا لنا دايما ان احنا نكمل يعني او نوصل 20,000 سبسكرايبرز و50,000 و100,000 ومليون سبسكرايبرز
يعني ده هيكون يعني حققته لي بجد بامانه، هتكون حققته لي امنيه من امنيات حياتي ان انا اكون بجد حقيقي واحد منكم، وان انا ريبريزنت هنا على هوم سينما الناس اللي بتحب دايما الريفيوز بتاعتنا والحلقات بتاعتنا، ونفضل دايما كونسيستنت والحلقات ان شاء الله باذن الله تعجب الناس. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن الفلوج ده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعمل سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضو تعمل سبسكرايب للشانل التاني اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.